بنكمل مع بعض الأسئلة كده، وصلنا للسؤال اللي هو 31. جايب لنا كده شيت إكسل وبيقول لك increase the measurement، زود قياس of the top page margin. كلمة margin وضحت الموضوع، قال لك top page margin يعني هامش الصفحة العلوي، from 1 to 2 سنتيمتر. لو انا كده يا جماعة هفتح وليكن اي ملف اكسل عندي عشان اقضي عليه، عايز اغير المارجنز، ماشي، اعمل ايه؟ بص كده، بروح لحاجة اسمها فايل، بيج سيت اب الصفحة، واختار المارجنز، هو عايز التوب اخليه 2 سنتي اهو، عملت ايه؟ 2، او من هنا يعني، يعني ايه زي ما انت عايز، مش كده؟ خليه 2 واقول له ايه؟ اقول له اوكي. كده بقى الهامش توب بقى 2، ايه؟ 2 سنتي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك adjust the page setup، اضبط اعدد الصفحه so that the entire contents of this worksheet، بحيث ان محتويات الشيت الكامله will fit on، هتبقى او هتناسب 1 بيج وايد، صفحة بالعرض باي 3 بيجز طول، على 3 صفحات ايه بالطول. ازاي اخلي الشيت بتاعي يبقى على صفحة باي وايد او بالعرض على 3 بيجز طول. بص كده، بروح على فايل بيج سيت اب، ماشي، وبروح لبيج دي كده. بص بقى اهي، هتلاقي في النص كده في اوبشن اسمه فيت تو، يعني مناسب لي، فهنا فيت تو مناسب لي 1 بيجز وايد، واحد صفحه بالعرض باي، وخلي دي ايه 3، يبقى انا كده اخلي واحد صفحه بالعرض بالنسبه الى 3 صفحات ايه بالطول، ماشي، واقول له اوكي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك insert the file name، ادرج اسم الفايل into the center section of the header for this worksheet. insert the هعملها زي دي بقى، ازاي هدخل اسم الملف في السنتر بتاع ايه الهيدر. تعال نشوف كده ايه الحوار ده هيتعمل ازاي. بص كده، انا عندي كده الاكسل، هروح على، طبعا الهيدر والفوتر بيجي من حتتين او من مكانين في الاكسل، يا اما من قائمه فيو واختار هيدر اند فوتر، او من قائمه فايل بيج سيت اب واختار الهيدر والفوتر. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز، نرجع تاني عشان نشوف اللي هو عايز ايه. هو عايز يحط اسم اسم الملف في السنتر سيكشن بتاع الهيدر. طيب نروح ملف تاني كده، ادي اهو، رحنا للهيدر والفوتر، نيجي بقى على الكاستم هيدر، قال لك في الايه سنتر سيكشن اللي هو هنا، ده هنا، لو قال لك الليف سيكشن ده هنا، لو قال لك الرايت سيكشن ده في ايه هنا. طيب عايز ايه بقى؟ عايز يحط اسم الفايل، مين اسم الفايل من دول اهي يا جماعه، اللي هو اللي هي صفحه الاكسل ديت، لا على كده هيديك الفايل ده اسم الفايل، ماشي، وقول له اوكي، وقول له اوكي بس كده، ماشي يا جماعه. لو جيت كده عملت معاينه، بص فوق كده في الهيدر هتلاقي حاطط لك اسم سامبلز، اسم سامبل، سامبل زيت اللي هي اسم الايه؟ اسم الفايل، ماشي يا جماعه. السؤال اللي بعد كده جايب لك كده شيت اكسل، بيحسب لك فيه الانكم، الدخل والكوستس والحاجات ديت. عايز ايه بقى؟ بيقول لك تشينج ذا سيتنجز فور ذيس ورك شيت، غير اعدادات الشيت ده so that the grid lines will print، عشان يطبع الجريد لاينز. ايه يا جماعه هي الجريد لاينز؟ الجريد لاينز يا جماعه هي خطوط الشبكه، الخطوط الشفر ديت، لما بتيجي كده تعمل في الاكسل، يعني دلوقتي الخطوط دي لما بتيجي تعمل كده برنت بريفيو، ماشي، بتبان ما بتبانش، انت عايز بقى تخلي الخطوط دي تبان، ولما تيجي تطبعها تبان في الطباعه. تعمل ازاي؟ بص كده، بتروح على فايل بيج سيت اب، بتروح على شيت والجزئيه اللي خاصه بالبرنت، بص بقى كده برنت، هتلاقي واحده اسمها جريد لاينز، علمها وقول له اوكي. بتيجي كده تعمل معانا بقى كده،
حاسس ايه؟ اي كل خطوط الصفحه بنت، ولما تيجي تضعها بالتاكيد طبعا ايه هتبان. ماشي، السؤال اللي بعده جيب لك الشيت ده كده وبيقول لك برنت سيلكتد شارت، اطبع الشارت التخطيط المتحدد. وليكن كده انا في الصفحه اهو، ماشي. لو نطلع كده في عندي تخطيط اهو، ادي شارت اهو، ماشي. عايز اطبعه اعمل ايه؟ بروح على قائمه فايل واقول له برنت، ماشي. خد بالك بقى مكتوب سيلكتد تشارت، يعني اللي هتبع التخطيط المحدد. لو هو مش محدده لك حدده وعلم دي كده وقول له اوكي هيطبعه على طول. ماشي يا جماعه، السؤال اللي بعده مديك كده شيت اكسل بيقول لك ايه، سيف ا كوبي اوف ذيس ورك بوك، احفظ نسخه من هذا الورك بوك with the new name باسم جديد accounts. بيقول لك نوت، لاحظ don't change the file location، ما تغيرش مكان الملف. عايز يحفظ ملف باسم تاني، ايه المشكله؟ بدي كده مثلا اقول لك الملف ده، بروح على قائمه فايل واقول له سيف از، احفظه لي باسم، باجي من الفايل نيم اغير اسمه لاي اسم وليكن مثلا كاستمرز، ماشي. قال لك ما تغيرش المكان، قول له سيب على طول. انا بس كده ايه كده غيرت الاسم بس اهو، كان سامبلز من شويه بقى دلوقتي اسمه ايه كاستمرز. طبعا قال لك اكونتس وات ايفر بقى الاسم مش مشكله. السؤال اللي بعد كده جاب لك شيت اكسل بيقول لك كليك اون ذا لوكيشن، اضغط على المكان ذا سيلكتس اللي بيحدد اول اوف ذا سيلز، بيحدد كل الخلايا ان كولم سي في العمود سي. قلناها قبل كده اما تيجي عايز تحدد الخلايا بتاعت العمود كله بتروح على الليتر، يعني دلوقتي حل السؤال تيجي على السي تعمل كليك، عايز تحدد رو بالكامل تيجي على النمبر اللي جنبه وايه وتعمل كليك. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ديليت رو 5 فروم ذيس ورك شيت، احذف الصف الخامس من هذا الورك شيت. بص كده وليكن الصفحه عايز تحذف الصف الخامس، بتيجي الاول تحدده كله، تحدده منين؟ من النمبر اللي عليه، وبعدين كليك يمين كده عليه، كليك يمين وتقول له ايه ديليت اتشال، وهقول لك لسه موجود اهو، لا اتشال وجي واحد مكانه فاضي. ماشي، السؤال اللي بعده clear the contents of cell B3 without deleting the actual cell، احذف او امسح محتويات الخلية B3 بدون ما تحذف الخلية نفسها. اعتقد قابلنا قبل كده، وليكن يا جماعة الخلية B3 مكتوب فيها اي حاجة كده، ماشي، عايز احذف محتوياتها يا اما delete من الكيبورد او بروح من قائمة edit واختار الامر كير واختار كونتنتس، اهو حذف اللي جواها لكن الخلايا لسه ايه موجوده. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا change the name، غير الاسم of the worksheet، غير اسم الورك شيت from sheet 2 to costs، غير الاسم من sheet 2 خليه costs. سهله جدا، تعمل ايه؟ وليكن ده يا جماعه شيت 2 عايز اخليه كوستس، بعمل ايه؟ باجي عليه كليك يمين، ماشي، على الشيت نفسه كليك يمين واقول له رينيم واسمي الاسم الجديد بقى كوستس سي او اس تي اس واقول له انتر، كده اتسمى خلاص. ماشي يا جماعه،